معلم حسان انت ذكي جدا، عارف ليه؟ عشان عارف ان بضاعتي غاليه مش رخيصه وعارف قيمتها. عايز تعرف ليه؟ الورقات دي قد تمن البضاعه كلها. انت مالك عماله تتبايع من الصبح في فطير البهايم يا عميش؟ ها زمان الباشمهندس مناع جاي في الطريق، وان شاء الله لو جه وما لقيتش وكاله البهايم هياكلك انت. صدق اللي سماك حصاوي، بقى حمار الباشمهندس مناع هيعرف منين ان المعاش دي ما كلتش. هتشتكي له اياك يعني؟ امال ايه طبعا، امال هو سموه باشمهندس ازاي؟ طب قالك انت، انا لو جيت في يوم من الايام وما كنتش فاطر فيه، اول ما يجي يبص في وشي على طول يقول لي انت ما فطرتش النهارده يا حصاوي، صح؟ اقول له صح يا باشمهندس، عشان تعرف ان هو عارف كل حاجه. لا قول لي يا حصاوي، امسك. لا قول لي يا حصاوي، بحكم يعني ما انت معرفه قديمه من الباشمهندس مناع من ايام ما كان في الجامعه وكنت بتخدمه في الشقه، الباشمهندس مناع يعني؟ لا انا ما اقدرش اقول لك على اسرار سيد مناع ابدا، ده كان يقتلني ويدفني تحت رجلين البهايم. اصل يعني كنت عاوز اعرف هو من اي مركز في محافظه سوهاج، بس بيني وبينك يعني ما شفتلوش لا اب ولا اخ ولا اي حد من قرايبه بيزوره. بص يا سيدي، لما انت هو في الاول كان ساكن في مركز سوق البليانات، ولما ربنا كرمه دخل الكليه وراح كليه الجامعه الزراعه، هو من يومها هو قاعد هنا في سوهاج. وعلى فكره هو والد عز من يومه ومن عيله كبيره قوي. عز ايه اللي يخليه يشتري مزرعه مواشي ب 10 مليون جنيه؟ لو كنت سألت لبنفسك يا سيادة المقدم، انت حكيت لك على كل حاجة بصراحة، وهتلاقي كلامي مظبوط زي الورق اللي عندكم. يا سيدي مناع بيه، الحمد لله على السلامة يا سيدي مناع. ده الواد عماش التباع بتاع مصنع العلف. يا سيادة المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث يا ابن المحروقة. أقول لك إيه يا بيه؟ ما تتفضل معايا على مكتبي، أرسيك على كل حاجة بالورقة والقلم. اتفضل يا باشا. قهوة تكيل. مظبوط يا مناع بيه. مين قهوة مظبوط بسرعة يا ولد؟ احنا مش بنشك فيك لا سمح الله يا مناع بيه، احنا بس بنعمل تحرياتنا عن الشخصيات المهمة اللي ظهرت فجأة في محافظة سوهاج. أنا عايش في سوهاج من أيام ما كنت طالب في الإعدادية في الدالية، ونقلت هنا من أيام الجامعة وكملت حياتي في سوهاج. يعني ما ظهرتش فجأة. بس لما تشتري مزرعة الحاج عبد الكريم وتدفع له 10 مليون جنيه كاش تبقى ظهرت فجأة. سيادتك تعرف طبعا اني خريج كلية الزراعة شعبة انتاج حيواني، ولما خلصت الجامعة وما لقيتش عندي مشكلة في الفلوس قلت اشتغل بحر مالي. لا طبعا انت حر يا مناع بيه، بس من حقنا نعرف مصدر الفلوس دي منين عشان نكف البحث ويبقى ملفك عند الحكومة مستوفى وسليم. أظن برضك إن سيادتك تعرف من شهادة ميلادي يعني إني مولود في قنا. كان حقك تسأل الأول، أنا ليه عشت موحود في سوهاج الفترة دي كلها؟ يا ريت تقول لي يا باشمهندس. أنا اتولدت يتيم. الطار كان سألت كلها، ما خلاش فيها ولا نفر إلا خالي. الله يرحمك يا خالي. وقال لي ان احنا كنا اغنيه، وان هو استلم ورثي وخلاه امانه عنده لحد ما اكبر واعتمد على نفسي، ولما حس ان الاجل قرب جابني واعطاني فلوسي. وايامها كنت لسه في ثانوي، حطيتهم وديعه في البنك، ولما اتخرجت فكيت الوديعه واشتريت المزرعه. كل الاوراق دي شفناها ودرسناها. اتفضل يا باشمهندس. يلا روح.
وليه الحكاية؟ فيه غلط عندي. حاجة بسيطة في شجرة العيلة بتاعتك. أنا سبق وقلت لك أهلي وناسي ما لهمش ذكرى عندكم، لأنهم لا كانوا بيعملوا بطايق ولا شهادات ميلاد قبل ما تولد. لما بحثنا على الكمبيوتر عن خالك الدكتور توفيق ما لقيناش لي أخت اسمها وجيدة، لكن هو فعلا كان دكتور وبيشتغل في مستشفى عام بجنة. الله يرحمه ويحسن إليه، هو اعترف لي بالسر ده قبل ما يموت، قال إنه مش أخ أمي وإنه كان صاحب أبوي. لما حرب الطاروة ولعت في البلد أبوي خاف على مرضه الحامل، وقتها تعيش مع صاحبه الدكتور ومرته، لكن الطار ما بيرحمش. حتى انا اتولدت في رقبتي دم، ولما خافوا عليا ادوني السهاج الضاره وسط عيله الحاج عبد موجود. لكنه لقيت اللي ينكش عليا بيعرف اصلي وفصلي، الخوف لانقتل، هنقتل على قد ناس ما عرفهمش. ما تخافش يا باشمهندس، انت راجل نظيف وكل اوراقك سليمه وتقدر تشتغل براحتك، وريت كمان تعمل لنا مشاريع كبيره تفيد بيها البلد. أنا متشكر يا باشا لحسن ظنك فيا، ويا ريت المعلومات دي ما تطلعش برا الإدارة. سيادتك عارف أنا عشت طول عمري مطرود بسبب التخلف والطار بدون أي ذنب، وجاي زموت برضك بدون أي ذنب. من هنا وجاي الناس مش هتعرف غير الباشمهندس مناع حسان صاحب أكبر مزرعة مواشي فيك يا سهاج. كتر خيرك يا باشا، كتر خيرك يا أخوي، ربنا يكرمك. يا ابوي والله اتبهدلت يا مناع. ناس من الحب شافوا اسير. ايه اللي جابك هنا؟ انت لسه ما سافرتش الناجع الا لغايه دلوقتي، المفروض تكون هناك عشان الطلبيه. أنا عارف شغلي زي المنظم حياتي، وياريت تقوم دلوقتي، الحكومة حاطة عينها عليا من ساعة ما اشتريت المزرعة. الأسعار الجديدة اللي طلبتها أزعجتنا جدا، وكان لازم أجيلك عشان أعقلك أو أكشفك. ما أحبش الأسلوب ده، لأني ما بتهددش وكلمتي واحدة، أو طول عمري بعمل شغلي من غير ما حد يمسك علي حاجة، ولا في ثغرة تقدر الحكومة تخش لي منها. بلاش تكون أنت الثغرة دي وتضطرني أسدها. ثغرة؟ قصدك ايه؟ عايز تخلص مني؟ انا في الشغل ما اعرفش ابوه. قوم فز دلوق، ويا ريت تعمل نفسك بتشبه عليا ولا حاجه، وما تعملهاش تاني يا بنيامين. والله كبرت يا مناع وتعلمت تهدد. الظاهر انت اللي كبرت وخرفت وجاك زهر مر، ونسيت من هو مناع حسان الحويطي، اللي لو في اي مخلوق مس امنه وسلامته بينمح من على وش الارض. اوكي، أنا هستلم منك البضاعة في نفس المكان والزمان، وحيكون لينا حساب بعدين. أحلى ورق عنب يا ممنع بيه. هو مين ده؟ ده واحد كان بيشبه علي، ما تشغلش بالك أنت يا جابر. رجبه اللي جاب أبوك، سددت نفسي. احب اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت بتحدده انت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي،
وبإشارة واحدة من يدي الرصاص حينزل فوق راسكم زي النطرة. نصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش لانه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا والد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف ببيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، انا اللي ممكن الغيك لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني اجدع منك وبيسمع الكلام، مش كده يا دياب؟ تحت امرك يا خواجه، ومن دلوقتي اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وانا سلمك الفلوس، وانت وزعها بقى براحتك، ان شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد اهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لابوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت ولد اخوي. خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الاغراب. لما نعاود عن نجع نبغى نتحاسب، وعيلتك كلها هتدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي امر رجالتك يعاودوا عن نجع. جهزوا نفسكم يا رجال نعاود عن نجع. معلش يا صاحبي ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين، الخواجة ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس وبقى عدها بنفسك. سلام يا بندرية. يلا رجالة يلا رجالة. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجة ما اقدرش، دي وعرة قوي، ده البلد تتقلب مجزرة. حط الشوال هنا عرعر، اوعى يا سعدور. ده شوال عينة يا خواجة، لاجل ما تعاين البضاعة وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن احلى حشيشة. ما نعرفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين، انتوا بقيتوا رجالتي. لا انا عارف كل حاجة، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرني. اوعى حد يقرب من السلاح، وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجه، انا محروق اكتر منك. وانت حسان اضحك علينا، ادينا سلاح واحنا نحصلهم ونخلصوا عليهم. واللي ابن اخوك يرجع تاني لا طاير نفوقك. طيب طيب، هات الفلوس يا همام، هات الفلوس. مالك خواجه زلالك ايه؟ خد فلوسكم ايه؟ ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيهم، الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقولك. ارمي سلاحك يا همام لا يقتلني. يكون في عينك يا خواجه، احنا عيله كبيره وممكن نجيبك لو كنت في كل التعبان. جاكم علمه الادب الجدع ده. يعلمني الادب كيف؟ وسع عملنا ولا نقتل. خلاص يا همام خلاص، عايزين مننا يا خواجه؟ ما فلوسكم خدتوها؟ انتوا كلكم اغبياء، وانت خيبت ظني فيك يا دياب. ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم، وعشان كده لازم تموتوا كلكم. واول واحد بسرعة.
عم تقتل يا مناع، عم تقتل. دور على مين يوصيهم يشوفهم قتل ولا لا. الخواجة مين يهرب وما خدش فار عم يا مناع. لو كان هرب تبقى مصيبة، ده خطر علينا كلنا. لازم اقطع عليه الطريق باليمة الثانية وخلص عليه. عم ناجي طهر المكان وقول الناس اللي اتصابت عن ناجي وما تخافش علينا. حاضر يا مناع يا ولدي، ما تخافش اطمن، خلي بالك من نفسك انت. مناع خدني معاك يا مناع. اطلع ورايا يلا بسرعة. جاكوب جاكوب جاكوب، ألف خسارة جاكوب. كده تخدعني يا مناع، هتدفع الثمن غالي يا مناع. يلا رجالة شوفوا مين اللي وقع مننا ومين اللي اتصاب، وشوفوا عمكم دياب. يا دياب الحقني يا ناجي. يا دياب الحقني يا ناجي. دياب الحقني يا أخوي. دياب سلامتك. أموت. سلامتك يا دياب. أموت يا ناجي. سلامتك أخوي. اطمن انت بخير. الطلقة بسيطة جت في كتفك. أمام أمام ولد أخوي ناجي، تقتل ولا لسه حي؟ لا اطمن أمام بخير. راح مع مناع ولد أخوي ورا الخواجة بيطردوه، وبإذن واحد أحد مش هيعاودوا إلا لما يكونوا جابوا أجله. اطمن. اسرع بقى شوية، خلينا نوصل أصفار. مش هسيبك ترجع الناجي يا مناع أبدا. إيه سرع سرع مات. يا دعاء رجالة ربنا يسلم وينصر رجالتنا. قولوا يا رب. يا رب. قولوا يا رب. يا رب. يا رب. نشكر رجل الأعمال البشمهندس مناع حسان على مساهمته وحبه لهذا البلد، وأرحب بالخبير العالمي بروفيسور فاي هايزر الذي انتدبته المنظمة للإشراف على المشروع من أجل بيئة نظيفة.
you. I'm here to thank you all in the name of our important organization, of which you see the extent of its activities all over Egypt, for more welfare for Egyptians and a clear environment for humanity. And to thank you all and promise you success. إني هنا لأشكركم جميعاً بالنيابة عن منظمتنا الكبيرة التي ترون امتداد نشاطها في كل ربوع مصر من أجل خير عميم للمصريين وبيئة نظيفة للإنسانية كلها. أشكركم وأعدكم بالنجاح. شكراً على تعاونك مستر منان. شكراً يا أبو رفص غير فان هايزة. الخوف من المسؤولية دليل على تقدير حجم المسؤولية، وده أول خطوة من خطوات النجاح منع بيه. الله يا باشا، موضوع ثقة الناس دي وأصواتهم أمانة بتهيألي أنا مش كده، وبعدين يعني أنا ملياش في موضوع الظهور والإعلام دي. شوف يا هانم البي جوزك بيقول إيه، عايز يخيب ظننا فيه وينسحب من أولها. ليه كده يا مناع؟ ده أنت كان شكلك حلو قوي. ها قولي له عشان ما كانش مصدقني. هي الحكاية بالشكل. طب نتكلم في الموضوع ده بعدين، وأنا متأكد إنك هتلاقي الموضوع بسيط. أستأذن أنا عشان عندي مشوار. سلام يا باشا، مع السلامة. باشمهندس مناع، لازم الهانم الجميلة دي مراتك. أنا بروفيسور جاكوب فاي هايزر، خبير عالمي في البيئة والزراعة، والدراسات بتاعتي والأبحاث بتاعتي بتدرس في كل جامعات العالم. أهلاً وسهلاً. أهلاً يا خواجة فرهنزر، مالك؟ واضح أنك اتعرضت لحادث مؤلم. للأسف وقعت من على ظهر حصان شاي قوي، سبب لي فكسور كتيرة وسنوات طويلة من الألم. غلطان، كان لازم تاخد بالك برضك، ما هو مش أي حصان ممكن يتركب. بس الحصان لما يبقى أصيل مش لازم الواحد يستعجل في ضربه بالرصاص، لازم نتروى في ترويده. بس لو استمر في العناد بتاعه ملوش غير إنه هو يترمي للأسود ياكلوه حي، لأنه مش عارف مصلحته فين. بروفيسور، العربية في انتظار حضرتك. بعد إذنك يا هانم. بعد إذنك باشمهندس. بعد إذنك. ظريف البروفيسور ده، وبيتكلم عربي كويس قوي. مناع، يعني شكله عايش في مصر من زمان، بس مش نظراته غريبة شوية ليك؟ كأنه يعرفك. وانت بتديله يدك يبوسها كده عادي؟ فاكر نفسك في جوهانسبورغ اياك. اتفضل يلا قبل ما ناكل لقمة مع العيال. اتفضل يا خواجه. ميرسي. بروفيسور قرب وصل، هو معاده الساعة 5 بالظبط. قول لي مين اللي اختار الشقة دي للبروفيسور؟ دي شقة بتاعت الجماعة، بيستقبلوا فيها كبار الضيوف، وأنا هنا السفرجي الخصوصي بتاع الشقة دي، وانا واجبي ارحب باي ضيف يقعد في الشقه دي لغايه ما يمشي. انت نوبي يا فلان. ايوه نوبي ومن كلبشة. لكن الغريب ان حضرتك بتتكلم مصري زينا يعني. واتكلم نوبي كمان. مسكاجنا الناريو. مسكاجنا كمان. والله حاجه غريبه خالص. لا انا عايش في اسوان بقالي 20 سنه، واعرف كل شيء عن نوبه ونوبيين. وتعرف البروفيسور فاي هايزر منين؟ بروفيسور صديق قديم، هو كمان بيحب مصر ويعرف مصر كويس. طب ان اذنك بقول له سيادته شرف. تيك يور تايم. الحمد لله بالسلامه يا بروف. سربرايز مش كده؟ صديقنا ممتاز مستر فريمان. لا لا، انقاذ حياه البروفيسور واجب علينا كلنا، انت قيمتك كبيره قوي للانسانيه كلها. وانت فريمان اسمك بقى كبير قوي. نو انا بلعب في الماضي، لكن انت المستقبل. الزراعة يعني أكل وحياة شعوب، والحقيقة بتقول إذا ملكت طعام الناس حكمت وتحكمت. أوه، إيه الكلام الحلو ده اللي وحشني؟ لما شافني وشه صفار وحمار واخضر ما بقاش مصدق عينيه. أكيد في خطة كبيرة للانتقام. الانتقام
سلاح نستخدمه مش هدف نوصل له. الأسباب اللي تخلي المنظمة تبعتك هنا في سوهاج بدل أسوان أكيد أسباب كتير، وأعتقد إن وجود مناع هنا له علاقة. فريمان، أنا مش عارف كل حاجة. أنا وإنت وغيرنا في المنظمة لازم ننفذ خطوات. لن أقدم خطوة ولن أخر خطوة. أنا الخطوة بتاعتي بقى هنا في سوهاج إني أعمل علاقات مع الناس، أكسب ثقتهم بأي طريقة ممكنة. بس أكيد جواك رغبة للانتقام اللي قتلك وقتل جاكوب ورجالته. جاكوب، خسارة جاكوب. أنا أصريت يحطوا اسمه في اسم جديد، جاكوب فاي هايزر. يبقى أكيد في إصرار أكبر على قتل مناع. شور، ده كان سهل قوي بالنسبة لي وأنا في روما. أقتله، مش هو لوحده، هو وأبوي تشينو في حبل واحد. بس الإدارة رفضت فكرة الانتقام دلوقتي. ما هو نزولك في البلد اللي فيها مناع يعني ان مناع داخل في حساباته. حبيبي، انا راجع المرة دي ومعايا جيش كبير، وعيني مش على بلد صغيرة زي سوهاج. فهمت؟ ارجوك ما تسألنيش تاني. اوكي 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 اوكي، انا بس عايز اطمن عليك. الحمد لله على السلامة يا بني. أنا قلقان يا نافع، ده بيت حسان وسرقته مش حاجة هينة ولا ممكن هتعدي بالسهل. جمد قلبك يا كبير، واحنا هنسرقه معزة ولا خروف؟ احنا هندور على تحويشة العمر، فلوس أو ذهب، ودي حاجة ما يعرفهاش إلا صاحبها، وممكن يكذبوه فيها. تحويشة العمر ده هنعرفوها كيف يا فالح؟ هيكون داسسها وين؟ في الفرن ولا تحت الأرض؟ بيت الكبير في أمان، والأمان بيخلي صاحبه ما ياخدش إخواني ويحط فلوسه في أي مطرح. وبيت الكبير ده هندخله كيف؟ هنكسروا الباب؟ خطر، لو حد شافنا هتبقى مشكلة. لو فتحه سهل يبقى ما فيش مشكلة، بس الأحسن ندخل من السطح وما نسيبش أي أثر. الله ينور عليك، ندخله من السطح عشان يشك في أهله وناسه ودماغه ما تحدفش ناحيتنا خالص. ربنا يستر، ما تقلقش أنت. لو اتمسكنا نافع تبقى فضحتنا بجلاجل، وهنتعاروا بها العمر كله، وساعتها مش هيكفيني فيها قتلك يا وش الفجر. انت يلا على مهلك. ناوين السلاح يا ريس، على مهلك. ناوي يد صوتك، لا يكون فايتين زرزور يحرس المطرح. قول لي هذا يا فالح، هندوره فين دلوق؟ لو انت مطرح حسان وعنديك ذهبات وفلوس حدسهم فين من غير ما حد يدرى؟ لو انا مطرح حسان وعندي فلوس وذهبات ما هدسهمش في البيت من اصله، هحطهم جوا نخله ولا ادفنهم في بطن الجبل. لكن حسان هيدسهم في الدولاب او بالكثير تحت السرير. قطه تعالي. راهنك من غير ما ندعبس هنا ولا هنا، شايل الفلوس في الصندوق ده. طب ما ناخد الصندوق هلا بيلا ونبعدوا بيه بعيد عن هنا. اجدي عمياني، مش نطمن الاول؟ يا ابو ده تجري الرصيد. لفني العتب، حكسر القفل. خد ايه ده؟ هدوء. ايه ده يا ملجرون؟ يلا يلا حبي
حبي تفضل حبي. يلا 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 بسرعة. ايه الكتاب الاسود ده؟ انت انا عارف ان انا بعرف اقرا واكتب، ما انا زيك حمار. ما يمكن كاتب عدد الفلوس اللي احنا بنسرقها. طب خلاص فتوله، خليه الطمر رجع الحاجه ما تنحير. يلا خد خد من جيتك. Will we leave him asleep till us one? Yeah, we will take him home with us. It will be a bad surprise for him when he awakes there. Absolutely not. It will be a good one. Because he wants to be with us. خد بالك يا دياب، اي غدر منك هروح لحساني واقول له وهتبقى مجزره. كانك عبيط ولا ايه؟ خبر ايه يا نافع؟ ده انت اللي دسيت الفلوس بيدك تحت النخله، يعني انا اللي مأمن لك مش انت اللي مأمن لي؟ وبعدين انا لو في نيتي غدر ما كنت قتلتك وخلصت. تقتل ولد عمك يا دياب؟ يكون في علمك. مرتي وعيالي عارفين اني سهراني معاك، يعني لو ما عودتش تبقى انت اللي عملتها. يا بو يا بو يا ده، انت لو اتقتلت انا اللي ملزوم ناخد بطارك، يبقى نقتلك كيف يا ولد عمي؟ يلا بينا دلوقتي نطلع على منظرة الكبير ونبيته على المصطبة لغاية الصبح عشان نحبكوها قدام الكل. والله هنتنغنغ يا كبير، فلوس كتير قوي تغنينا العمر كله. بطل رط في الكلام يا فجري، ياما الموضوع يتم على خير، عشان الموضوع ده لو اتكشف هتضيع فيه رجاب كتير. عشان كده عايزك تخلص خالص، تقطع لسانك فهمني، واول ما نوصل البيت هنديك قرشين تصرف منهم عشان ما تتسرعش على الفلوس. بس بقول لك ايه، تصرف بالعقل عشان ما يقولوش جبت الفلوس دي من وين. يلا بينا قبل النهار ما يشكشك علينا. يلا يلا. يا حزن ابوي اهدي يا خواجه، حريم قعدك دي من غير لا حياه ولا خشه. شفت بقى راحت عليك نومه في القطر جت بفايده ازاي؟ لو ايه جت بعد ما مسكت صحتي. تحب نقعد ونشرب حاجه وتتفرج براحتك؟ نقعد قوي قوي يا خواجه. اه ده واتفرج كمان. يا سلام وانا طول. او فرصه برضو نكمل كلامنا في الجو الجميل ده. امي خواجه، انا قلبي قلقان منك، حاسس انك حفر لي حفره علشان الحكومه تقبض عليا وانا معيش بطاقه. بسيطه يا حبيبي، نعمل لك كارنيه تبعنا تمشي بيه وانت مطمن. كارنيه يعني ايه؟ كيف البطاقه دي؟ مظبوط، لو قبضوا عليك وشافوا الكارنيه معاك هيتصلوا بينا في المؤسسه يقولوا لنا الراجل ده تبعك، نقول لهم تبعنا يسيبوك على طول. أحبك يا خواجة، أحبك يا خواجة. يا سلام يا سلام يا أولاد. حكمان يا خواجة، لما بنزل البندر بحس إن أنا قلبي وجع في رجلي. بس لازم تقعد هنا يوم أو تجينا يوم تاني عشان تستلم الكارنيه. يوم إيه؟ قول اتنين تلاتة عشرة، المهم إن أنا أخد البطاقة. بسيطة قوي، يبقى أنت كده ضيفي وطلباتك كلها مجابة. هفسحك وهبسطك، وهو بالمرة برضه هيبقى فيه شغل كبير قوي بيننا. تعرف يا خواجة؟ آه. أنا أول ما شفتك قلبي ارتاح لك. وأنا كمان، شنطك سبقتك.
تخافش من حد، ولا اذا كنت جيت النهارده علشان ارد على اتهام غاوري، انا جيت كمان عشان شاهدكم كلكم على عقد البيع زي ما طلب مني الخواجه السنيور. العقد قدامكم اهو. انت هتلاوع في الكلام ليه يا همام؟ عيب عيب يعني؟ قول الحق طوالي، ده انا شفت الفلوس معاكم قدامي بالعين. لا، الفلوس المسروقه مختومه بختمكم اياها، الفلوس الحكومه وموجوده عند كل الناس، واحنا طول عمرنا مغاوري معانا فلوس. فلوسنا حلال ونعرفها ومعلمينها كمان يا همام. احنا ما تهمناش الفلوس قد ما تهمنا الخيانه. ورقده اخوي في المستشفى دي ثمنها غالي قوي، ولو ثبت ان الفلوس اللي معاكم دي فلوسنا هيكون الثمن كبير. اكفاك غلط يا ناجي، الفلوس هشوفها بعينيك، واللي دفعها لي قدامكم اهو الخواجه السنيور. يا جماعه الفلوس دي بتاعتي انا، اديتهم لهمام تمن لبيت الست ام جميله، والعقد معايا اهو بصم عليه الست ام جميله وهمام ودياب وشوي. معناته ايه الكلام ده يا همام؟ معناته ان انا دفعت 1,000,000 جنيه لتمن بيت الست ام جميله بالارض اللي حواليه. والفلوس ايه يا اخوانا؟ هاتها يا عمي، شوفها بنفسك يا سيناجي. فلوس اهي. الفلوس دي مش فلوسنا، دي فلوس نجسة، فلوسنا في عرق الناس وتراب الأرض. الحمد لله. يبقى عيب عليكم يا ناجي يا ما تتهمونا بالزور. فلوس هتطلع هتروح فين؟ هنقلب النجعة ونفتش بيت بيت لحد ما نطلعها، واللي هيعترض على التفتيش هيبقى هو الحرامي. كلام الرئيس ناجي تمام، اللي مش حرامي ليه خاف؟ عشان خاطر السنيور انا هوافق، بس بشرط البيوت كلها هتتفتش، لان اكيد اللي عمل العمله دي واحد من اهل النجا، عشان ما فيش بيننا اغراب. ده عداك العيبة كبير البندرية، يبقى نتفق ونحط يدنا في يد بعض، انتوا تفتشوا بيوتنا واحنا نفتش بيوتكم، والبيت اللي هنلاقي فيه 2,000,000 جنيه يبقى هو الحرامي وينقتل مهما كان هو مين. نسأل الأول مين في بيته 2,000,000 جنيه غير الست أم جميلة؟ ريح نفسك يا خواجة وما تنحشرش بيننا، محدش كان طلب شرطة، احنا كلنا هنا أهل ونعرف مين فينا الغني ومين فينا الفقران. بالعادة ده أنا بقيت من أهل الناجع، لازم يبقى ليا رأي. أنت ضيف اللي جابك هنا، ولو طلعت منك عيبة هيدفع تمنها همام والبندرية كلهم حسب عرفنا اللي انت ما تعرفوش. اقبلوا اهل النجع، خواجات اغراب يدخلوا بيوتنا وحرمنا ينكشفوا عليهم. لا اسلم فمك يا ناجي، مش عايزين اغراب تدخل وسطينا. يمين بالله لو غلطوا في حقنا غلطة واحدة لكن لامم اهل النجع كلهم وطربق البيوت اللي هم قاعدين فيها على دماغهم، هم واللي يدافع عنهم. أظن كلامي واضح وصريح. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أبو الهام، مستحيل يكون الحرامي من عيلتنا. تاني هام اللي يتجرأ ويسرق بيت كبير عيلة حتما ولازما يكون في حمى كبير عيلة تاني، ومحيط إن همام كان برا النجع، يبقى دياب عنده علم بالسرقة وعارف مين اللي سرق. كلامك صح وعين العقل يا واد عمي. واللي سرق لازم يخبي عملته، وخصوصا لما يكون كبير. يبقى كان لازم نافع يتجرس ويموت ليلة السرقة، وياخد سره معاه في القبر، وما يكشفش عن شريكه. كلامك صح يا ولدي، واحلف على كتاب الله ان اللي عملها دياب وعارف مين اللي سرق. يعني بعد ما سرق الفلوس جاب الحنش يقعد نافع؟ ده كلام معقول ده؟
مش معقول. ليه؟ ليه ما يكونش دياب هو اللي عملها بالعنية بعد ما خد الفلوس من نافع وطمع فيها؟ خاف أمره يتكشف ويتفضح. يا شغلانة يعني إنه يجيب حنش يقرص الراجل وهو نايم جاره. اللهم أخوالتنا مغوري، كأني كلامك حقيقة. هي دي الطريقة الوحيدة اللي محدش يشك فيها في دياب. ايوه، عشان يفضل سر الفلوس اللي اتسرقت معاه. عشان كده دياب كان محروق قوي، وقالوا انه متكفل بمرت نافع وعياله. بس احنا فتشنا بيت همام، وانا بنفسي اللي فتشته مع حميد ومعاطي، لكن ما لقيناش حاجه. يبقى كلام ابوك صح، ومحدش يعرف سر الفلوس دي غير دياب، وهو اللي عارف مخفيه وين. والله قلبي ارتاح لما وصلنا للحل ده. اسمع رجاله، احنا ما عايزينش حد يعرف باللي في نيتنا. احنا نكملوا تفتيش البيوت من سكات، ونحط دياب تحت عينينا من غير ما يضرب. وانا حنط لهم كل يوم بحجه حق مرتي في ورث ابوها، وهحط عيني عليه. تسلموا يا عيلة حسان، هو ده حسن التدبير. مش عارف اقول لك يا مناع، لكن قصرو، انا حاسس ان دوري مع اهلك وناسك انتهى لحد كده، واجب اعود لاهلي هم اولى بيا. يا راجل اقعد، الكلام اللي بتقوله ده حدث لك على طرف. ما عادش لزوم الحديد، انا مهما عشت وسطيكم فانا غريب، لا حق لا اتجوز منكم ولا اتحسب عليكم. مين قالك ده يا عمر؟ انت زي اخويا يا راجل. واللي عمك اللي شافني بطيب خاطر نسمع عدها علي عيبه، مع اني والله ما لمستها، انا بعملها كيف اختي. تقول لي على اخلاقك يا عمر، انا عارفك ومعاشرك سنين. خلاص يا مناع، الظاهر عشرتنا اتقطعت لحد هنا، والحمد لله. هطلع من عندكم لمعايا الف ولا الفين، هطلع بخلقات اللي علي. يا راجل كفاك حديث ماسخ، وانا لولا بعتبرك زي اخوي كنت امنت لك تروح مع نسمة تجيب خلقات لابوي. بس انا خنت الامانة يا مناع، غصب عني مش بخاطري، ما طلعتش من عيبة، لكن غصب عني قلبي مال ناحية نسمة، وحسيت اني ممكن اكمل معاها حياتي في الحلال. لكن قبل ما اخد خطوة واحدة عمك قال عني غريب. انت قلت لها انك عايزها؟ ايوه قلت لها، بس قلت لها عشان نعرف رأيها قبل ما نطلب يدها. لكن الظاهر ان الظروف كلها ضدي، سواء كان عايب ابوك كوني غريب عنكم. صعبت علي يا صاحبي، لو كنت قلت لي قبل ما تندب وتروح تلوش كنت شفت لك حل، لكن دلوقت كيف نسيبك تعيش وسطينا؟ انا عارف، عشان كده اخترت الحل. وليه بتختار الصعب؟ نخطبها لك الظاهر عشان اتجوزت من برا العيلة، نسيت عوايدكم في جواز الأغراب. انت ما بقيتش غريب يا عمر، انت خلاص بقيت واحد مننا. سيب الموضوع ده علي وانا هخلصه، ما تقلقش. جرية مناع، واقف تتسامر مع البش مهندس وكأنكم بتتفقوا على حاجة وعرة قوي. خلينا نتكلموا بالعقل يا عمي، عمر حكالي على اللي حصل. ما تعدهاش يا مناع، وخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. عمر طلب يد نسمة مني وانا وافقت، ده بعد اذنك طبعا يا عمي. احنا ما نرميش لحمنا برا العيلة، فضها سيرة، احنا في جلة ولا شم ورد؟ نسمة اختي، وانا اعرف مصلحتها زين. اختشاد، ابوك لسه عايش وحسه في الدنيا. خلاص نروح نقول له، وانا سامعك موافقته بودنك. لا يا مناع، ابوك مش حمل حديث ولا كلام، بناقص. انا مع نسمة، الوقت مش مناسب. لا مناسب، أبوها تعبان صح، لكن يعرف زين مصلحة العيلة ومصلحة نسمة. ولا
ولا يهمك يا نور عيني، يا حبة قلبي من جوا. هو سواد الليل ومن الفجر هروح أكسر بيت الخواجات وقعدك فيه معززة مكرمة لغاية ما نخلصوا بيتك اللي حيكون أحسن بيت في النجم، وبعد كده مش هنفترقوا عن بعض أبدا. مش معنى أنا اللي نطلع من البيت، هو أنا مش ليها فيك زي اللي ليها؟ ليكي ده أنت حتى ليك الكوم الكبير كمان، بس برضك ما تنسيش إن هي أم عيالي والعيال ما يستغنوش عن أمهم زي ما أنا ما أقدرش أستغنى عنك يا نور عيني. وديني معاك ها وهنقضوا مع بعض أحلى ليلة في الدنيا. إيه ده؟ تسلم لي يا سيد الرجالة، هو في أحلى من نوم في التراوة؟ طب ده أنا الودي ودي يطلع علينا النهار والناس تشوفنا نايمين جار بعض علشان يجوا يباركوا ويهنوني على ساعتي. خبر إيه؟ مالك قلبتك ده كأنك فرحانة باللي هيحصل؟ قلبي طاير بالفرحة. دايما لوجه الله، الله يرحمك يا دياب. بقايا في حياتك يا همام؟ لا ناجي، انا مش هاخد عز عمي غير لما ينقتل ابو الحمد. على اي حال انا جاي اقول لك شد حيلك، فضلش اللي انت دلوك للعيله كلهم في حمايتك ومتعلقين في رقبتك. فرصه ولد عمنا نبتدي من جديد وبلاها زرعه الحشيش دي ولو انها طلع من عيني. اسمع يا همام، كيف ما قال مناع ولد اخوي، الحكومه عن قريب جايين هنا هيحطونا على الخريطه ويضمونا لاقرب مركز، علشان كده ما يصحش يعني الحكومه تجي النجع يلاقونا بنزرع حشيش. احنا سمعنا الحديث الماسخ ده قبل كده وما فيش حاجه منه بتتحقق، وبعدين لما نبقى نشوف نفر واحد من الحكومه جاي على بعد 100 كيلو نبقى ساعتها نقلع الحشيش ونقول لهم اهلا وسهلا. بكيفك وانت حر في اهلك وناسك. الا مفيش حد من عيلة عبادي جاي عزينا كيفكم؟ كيف يا همام؟ انت ناسي ان دياب الله يرحمه قتل عبادي وسناري؟ كيف عاوزهم يجوا يعزوك او يجملوك؟ صح، ومش بعيد ينصبوا عز عبادي وسناري الليله شماته في عمي. لو عملوا كده يبقوا غلطانين، كانهم بيقولوا ان ليهم يد في قتل دياب. لا اله الا الله، اهدى. عشتوا بندرية، عشتوا رجالة البندرية، لقيتوه وقتلتوه ها؟ لقيناه مرمي على الطريق قاطع النفس. أعوذ بالله، وشه عليه غضب ربنا، ده ما يدفنش في تراب مسلمين ده، شوفوا له أي متوى. وشه مزند، كأنه مخنوق يا ناجي. ولا يكون طصته عربية. خذوه افحطوا له فحطة وارموه فيها. دلوقتي أقدر أقول لك البقايا في حياتك يا كبير البندرية، والليلة هجيب رجالة العيلة وهناجي نعزيكم. شايفك ده ناجي؟ خذ بنصيحتي يا ولد الناس وارفع راسك وسط النجع، وقول انك خدت بطارك من ابو الحمد اللي قتل دياب عمك. انصب العزا وتوكل على الله. ولو العبايد نصبوا عزاهم الليله انا هروح لهم وهقول لهم يكسروا الشر وبلاش يدعوا نفسهم بالكذب حاجه ما عملوهاش. شوف يا ناجي، لو العبايد نصبوا عزاهم الليله هيبقى اعتراف منهم انه هم اللي قتلوا عمي. ايوه، ويتحمل النتيجة. راس عمي بعشرين راس من العبايدة.
ولا واحد ولا عشرين، هي على كده خلصت خلاص، والبقية في حياتك يا كبير البدرية. يلا يا مغاوري، يلا كبير حياتك الباقية يا ناجي. صدق الله العظيم. كريم يا ابني، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، خد عزا عمك همام وخلص. كيف اخد عزاه والعبايد نصب اسوانهم بالعند فيا كانهم بيعترفوا على روحهم انهم اللي قتلوا عمي؟ صدقني ده جسر ديل وشماته مش اكتر، والدليل على كده ان مفيش اي حد منيهم لحد دلوقتي قدر يرفع يده ويقول انا اللي قتلت دياب. طارهم عند دياب بقاله اكتر من 6 سنين، كلهم شاهدين عاملة سنار وعبادي ليلة فرحة، كانوا يستحقوا عليه القتل. ما نصب اسوانهم ليه لما ناجي راح لهم وحذرهم؟ عقل عيال، الواد والد عبادي مخه طاجن، فاكر انها شطارة منيه انه يقول على اي حاجة ما حصلتش وينسبها لنفسه. انا اقطع له راسه دي عشان يحرم بعد كده يتطاول على سياده. فيه يا همام فيه، هتعمل عقلك بعقل عيل مخلول؟ هشوقي منه لله، هو اللي قال للناس انهم لقوا ابو الحمد ميت على الطريق لوحديه. واه واعمل ايه؟ العيله مش مصدقه غير الحقيقه، وبيقولوا مش ممكن يكون ابو الحمد هو اللي قتل دياب. ما دام نصب اسوانهم يبقى هم اللي قتلوا عمي وقتل ابو الحمد كمان. يلا خلي الطار يبقى طارين، الليله هنطب عليهم ونقتلهم كلهم. بتاع قليل مالي همام، ما تولعش الدنيا اكتر من كده. سواءً العبايده متحوط بالسلاح، يعني هتبقى مجزره عشان حته عيل عبيط ما يفهمش اللي يقوله، عامل نفسه كبير عيلته. احنا ممكن نقدمه بعدين. اسمع يا ناجي، اسمع يا مغاوري، خدوا رجالتكم وروحوا على بيوتكم واقفلوا عليكم بابكم، وما لكمش صلح باللي يحصل ما بيننا وما بين العبايده. ناجي يلا ناجي، ما فيش فايده، ما حدش عايز يسمع الحديث، عملنا اللي علينا وخلاص. جبت المفيد يا مغاوري، يلا مع السلامه ومن غير مطرود. حرام عليك، حرام عليك ارواح الناس اللي هتروح هدر بسبب حكمك ده. شوف يا ناجي، كرامه عيلتي فوق اي اعتبار. مع السلامه يا عيلة حسان، كونوا في معلومكم مفيش اي عداوه ما بيننا وما بين اي حد فيكم، لكن انا مش مسؤول عن اي واحد ينقتل لو طلع من بيته كده. طب يلا يا رجاله، قدامكم ساعتين تخبروا العيله، وكل واحد يلزم بيته الليلادي. ساعة واحدة، ساعة واحدة بس يا ناجي، مسافة ما تعودوا لبيوتكم. احنا مش هنقدر نستنى اكتر من كده، وعشان ما حدش فيكم يلحق يقول للعبايد. لا حول ولا قوة الا بالله، على اي حال انتم حرين. يلا رجالة شهير، يلا شوقي. نعمين يا كبير. عايزك تجمع لي الناس كلهم بالذخيرة والسلاح، الليلة هتكون نهاية العبايدة. يلا أوامرك يا كبير. يلا رجالة، بطلوا عمي مش عايز واحد في العبايدة عايش. يلا رجالة يلا روحوا اكتبوا الصلاة. هيخلصوا عليهم. الواد ولد عبادي الغبي ما بيسمعش الكلام، قلت له هتورط اهلك وناسك، انت مالكش في الطور ولا في الطحين، ما خدش بنصيحتي. كيف مالوش؟ انت ليه هو اللي قتل وبتبهدل ابوه خلف راجل؟ ده عيل خايب وعبيط، لا قتل ولا هبك. البدارية هم اللي بتفكر ربنا ينتقم منهم.
والله اللي بيحصل للعبيده ده حرام. كل ده عشان حته عيل حمار بيتباهى بحاجه ما عملهاش، وادي النتيجه، جاب لاهله النكبه. تتجه هنا في حضن الجبل، وساعات كتير كنت بلاقيك رايح في سبع نومة. حسام مش أبوك وحدك يا مناع، لا، حسام كان أبونا كلنا. عمري يا ولدي ما حسيت إنه أخوي وبس. طب تعرف، كبرت واتجوزت وخلفت وبقى عمري 40 سنة، وكنت لما اشوفه جاي علي وفي يد سجارة كنت ادسها في سيالتي كيف العيال، مش خوف منه، لا، احترامه وهيبة. اخويا الله يرحمه ما كانش في حد في الدنيا احن علي منه. يا ابوي انا عارف ان الفراق صعب، بس الحزن اللي انت عايش فيه ده كيف الرمله الناعمه تبلعك من غير ما تحس بيها. قوم يا مناع، قوم معايا يا ولدي، قوم نفوق لحالنا. انت متعلق في رقبتك ناس كتير، من حقك تحزن عليه العمر كله هو ما يتعوضش، بس اللي مش من حقك ابدا انك تنسى واجبك لحظه واحده. رد علي يا ولدي، مناه قوم يا غالي. كده الواد همام طايح في البلد، فاكر انه بقى كبير، صح، مش لاقي حد يلم، وخصوصا بعد ما عمه دياب مات وعملته السودة مع العبيدة. فاكر انك انتهيت منها وان هوى البندر سطلك ونسيت اهلك وناسك. قوم يا ولدي، يلا قوم معاي كده. طيب يا ولدي
انا افوتك لحزانك، بس خلي العباية دي على كتافك تحميك برضك بالبرد. ما بقاش في عندي أي كلام يا ولدي. وي ما حدش قتله يا عمي، بس أنا قلبي معبي من ناس كتير قوي، حاسس إنهم مسؤولين عن موته، زي اللي بيجي عنده طار بس طار مع ظروف وخلق كتير. أولهم همام بس مش آخرهم يا عم، مش آخرهم. مبروك يا مناع، ابتدينا حفر الأساس وقريب نصب الخرسانة. تعبت معاه كتير يا عمر يا جوز اختي. ولا تعب ولا حاجة. نسمة كانت قالت لي على حاجة كده. قالت لي إن يكون عنديكم بيت من بابه. ويبقى كأنه تبع البيت الكبير. ما عنديش مانع. أقال له لما ربنا يكرمكم بعيل ولا اتنين يتربوا وسطينا. يعني أبلغ المهندس والمقاول؟ أكرر الله. ما أقول لك يا عمر، هي فين الشيكات اللي كنت اديتها لك؟ ها؟ لكن ليه؟ مصاريف المباني كتير، ولطفي جاب كبير عيلته وتعهدوا وسددوا الاقساط بداله. اقول لك ايه، فلوسك كنت حر فيها، كفايه ابو القمصان يعيش مديون وسط عيلته ومش بعيد يبيع لهم املاكه كلها. وانا قلت كده برضك، وكفايه لحد كده، ومفيش داعي اساعدك تقتله، خصوصا ان ما عنديش باينه انه قتل مرتك. هو كان وكيل النيابه لقى باينه وسابه، لكن انا عندي البينه. هو اعترف لي وقال لي اللي معاك يعمله. شفت غلط عينه؟ عشان كده حاولت تقتله وسط ناسه وما قدرتش، وضربوني وبعدها اتصلت بيك. اهو ده اللي خليني مش متاكد، لاني جيت لك المستشفى في الاخر وجيبتك وجيت على طول من غير ما اسالك. تقصد انك مش مصدقني في اللي قلته يا مناع؟ مصدقك، وعارف ان في طار ما بينك وبين لطفي ابو القمصان، لان لما جبت له سيرتك الخوف بان في عينيه، بس مش خوف القاتل. امال خوف ايه؟ خوف المقتول؟ خوف الزاني. الطار اللي ما بينك وبين لطفي ابو القمصان لانه كان في حاجه بينه وبين مرتك. حرام عليك يا مناع، كفاك خوض في سيرة الأموات. اقعد، أنا عرفت كل حاجة يا عمر، وعرفت من أهلك ليه بتهرب من العار. فضايح مرتك مع لطفة بالقمصان خلتك تفكر تضرب عصفورين بحجر واحد، تقتلها بيدك وتتهم عشيها وتستغل شكواها القديمة ضده عشان تبعد الخيانة عنك. شكلك صدقت الكلام اللي قاله أبو القمصان لوكيل النيابة، لان هي دي الحقيقه يا عمر. انا متاكد ان انت اللي قتلتها ورجعت شغلك في البلد الثانيه واستنيت الخبر يجي لك عشان تبعد التهمه عنك، والناس اللي معاك شهدوا في صالحك. قول يا عمر، قول، انا معاك مش ضدك. مكان يا مناع، لو دي كانت مرتك مش كنت هتولع فيها بنار؟ كان لازم اقتلها واخلص من عارها، كان لازم اقتله هو كمان، لكن ما طلتهوش وطقتش اعيش معاها في بلد واحدة. انا مش نيابة ولا حكومة عشان احاسبك على قتلك لمرتك القديمة، لكني بصفتي أخ ومرتك الجديدة من حق أحميها. كلام إيه ده يا مناع؟ أنا مش قتال قتلة،
انا قتلت عشان عرضي وشرفي يا اخي. اولى بيك من انتقامك وقتلك لمرتك انك تطلقها، ولا تسيبها تصبر عليك لحد ما توقع في الغلط؟ قصدك اصبر انا عليها مش هي اللي تصبر علي. اقصد اللي قلته، ولنفس السبب ده عايزك تطلق نسمة وبجزر وقطب حجحش. انا عارف انها اللي ممكن توقع في الغلط، بس برضك من حقها تعيش وانت فاهم. فاهم ايه؟ هي قالت لك ايه؟ انا طبيعي وزين ما عايش تسمع كلام تاني يا عمر. نسمة هتطلقها طلاق باين عندي المأذون بلا رجعة، والطلاق ده هيفضل سر بيني وبينك وبينها، وقدامك فرصة لحد ما نبني هنا، وطبعا ما هينفعش تعيش وسطينا. هي حصلت لحد كده؟ مديت عمري كله للأرض دي. بعد الطلاق نقعد ونتحاسب يا واد عمي، ولو لك حقها هتاخده، ولو عايزنا ننزلك معاه شغل في سوهاج ما عنديش مانع، شقتي القديمة حاسبها لك، وكيف ما كنت مخلص معاي هكون مخلص معاك. كتر خيرك يا صاحبي، أنا هقوم أغير خلقاتي عشان نروح للمأذون. ما ينفعش أقعد هنا ولا يوم واحد بعد كده. يا هان الكلام دي. اسمع، أنا هعمل عملية استكشاف للأرض. بلاش دلوك يا حضرة الضابط، أحسن الأهالي يحسوا بحاجة ويعرفوا إنك مش المحاسب بتاعني. إياك أسمعك تقول لي حضرة الضابط ده حتى لو بينك وبين نفسك. أنا اسمي الأستاذ نبيل المحاسب. حاضر يا أستاذ نبيل، حاضر. لازم أشوفهم بيزرعوا إيه في الأرض دي وأدرس طبيعة المكان. ده شغل. ربنا يستر يا باشا، ربنا يستر. يعني مفيش فايدة تراجعوا نفسكم؟ كل شيء نصيب يا مولانا. طب يرمي عليا يمين الطلاق. انت طالق يا نسمة. انت يا نسمة انا خدت كل حقك. وابصم كمان، انا مش عايزة منه حاجة. انت يا عمر وربنا يعوض عليكم. أنا ممكن أعدي عليك بعدين يا مولانا عشان ناخد القسايم. يلا يا نسمة. هنحصلكم العربية يا ولد. أنا والله حاجة تانية يا مولانا. قلتوا بعد أسبوعين خذوا القسايم. في أمانة ليك معايا يا عم ناجي. الفلوس اللي حطناها في البنك لحساب المباني، ده شيك بالفلوس دي باسم مناع. ليه كده يا عمر؟ كان حصلت لي ده كله. أهلي في خطر في سوهاج، لازم أعيش وسطيهم. نسمة منهاش مكان وسط الخطر. طيب إيه مولك يا باشمهندس؟ لو نستناك لما الخطر يزول وترجع لها. مبنلهاش رجوع يا عم ناجي، مبنلهاش رجوع. خد يا عمر يا شيك بربع مليون جنيه، حقك في شغلك معانا السنين اللي فاتت كلها. انا حقي 150 بس، اخصم شبكه ومهر. يا سيدي دي كانت هديه لاختي. انا عارف ان مصاريفك هتبقى كتير لانك هتبتدي من جديد في سوهاج. نديت عم ناجي شيك ببقيه حساب المباني. من حق. عايزك اول ما توصل على سوهاج تروح لمرتي تديها الجواب ده. اوعى تنسى يا عمر، ده مهم قوي. وعايزك انت وراكب القطر تفكر في الوظيفه اللي قلت لك عليها. والله متحير يا مناع، لسه ما فكرتش انا هعمل ايه. انا اقول لك تعمل ايه؟ تقبل الوظيفه وتقعد في شقتي القديمه لحد ما تراجع حساباتك وتحكم ضميرك. ضميري؟
انا هرد عليك بحاجه واحده. الحاج جالي بعد ما قتلتها مش قبل ما قتلها، لاني كرهت صنف الحريم. عن اذنك منع بيه. يا اهلا وسهلا، احنا جينا حسب الميعاد، شنطه الفلوس في يدها هي. ايوه تفضلوا، انا مستنياكم. اهلا وسهلا. ايه يا ست هانم، كل دول تتعبيهم عشان يحضروا حاجه خصوصي زي دي؟ مفيش حد منهم غريب، دول قرايبي. احنا عارفين مقامك يا ست هانم، وعارفين اصلك وفصلك، وبعدين احنا ما جايينش ناويين على شر، احنا كل اللي احنا عايزينه نخلص الموضوع ونخلصه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا المهندس عمر من طرف مناع فيه، معايا امان. هي فين الامان؟ سلمها لها قدام بيد. لحظه واحده. ايوه هانم، الباشمهندس عمر وصل. ما اعرفش فيه ايه. طب انا عندي ناس بس قاعده معاهم جوا، هخلص منهم واقعد معاك على طول. عن اذنك. اتفضلي. هي دي شيكات تطفى بالقمصان؟ انت عرفت منين؟ القدر. القدر هو اللي ساقني. الحمد لله اللي جيت في الوقت المناسب. رايح فين يا باشمهندس؟ هشتري سجاير من تحت وجاي. وشنطتك؟ الدار امان. نراجع تاني. كده الفلوس تمام يا فندم. خد راجع شيكاتك كلها. سلمهم بنفسك يا بابا. اتفضل. خد يا لطفي شوف شيكاتك وتأكد منها كويس. الموضوع متهيألي كده خلص، مالكمش حاجة عندينا. يا راجل احنا مفيش بينا غير المعروف. المعروف للي يستاهلوا المعروف. انت بعد ما تجرجر ولد اخوي في النيابة زي الحرامية والمجرمين جاي تقول لي معروف؟ احنا اللي بينا حق عرب ولازم ناخده. حق عرب؟ ده المفروض تدفعوا لنا الفلوس وعليها فوائدها، مش تقول حق عرب. شوف يا بنت الناس، انا ماليش كلام معاكي. انا حسابي مع جوزك مناع بيه، لازم اعلمه كيف يحترم ولاد الناس، لان كان المفروض قبل ما يروح النيابه يروح لكبيره ويشوف حيجيب له حقه ولا لا. يعني كنت جبت لي حقي من لطفي يا كبير لما جيت لك وشكيت لك منه؟ عمر مهران لسه عايش. لو كان عمك بيحكم بالعدل جاب لي حقي، لكن يا كبير بدل ما تحكم بالعدل وتديني حقي حميته وفرحت بوساخته. حد كان قال لك اتجوز واحده فاجره تجيب لكم العار؟ عارها غسلته بدمها، لكن مش من العدل انها تذبح واللي غواها يعيش متهني. ايه ده؟ ايه المحصل ده؟ حسابي مع اللي غوى مرتي، لو حد قرب مني حقت رقبته. سيبه يا عمر ارجوك، ما توديش نفسك في داهيه، انت لسه قدامك مستقبل. بعد انا ما فيش دخل، انا عشت عمري مستني اللحظه اللي هاخد فيها بطاري عشان سبوك تسحبه من وسطينا زي الخروف. اسمع انا بقولها لك اهو، لو مسيته تبقى جنيت على اهلك وناسك. انا بايع روحي ومش باقي على حد. مش هنسيبك تاخده من وسطينا، ولو حصلت ان شاء الله قتلكم انتوا الاثنين. يطلع بيه يذبح قدامكم. يطلع بيه كيف؟ انت اتجننت؟ روحك هي اللي هتطلع يا ولد مهران. اي يلا كل الدنيا دول بسرعه. انا بسلم نفسي يا حضره الضابط، بعترف ان انا اللي قتلت مرتي. انا تحت امر الحكومه، ما عادش حاجه تهمني خلاص. الو رئاسه، في جيب بيتقدم شركه مناع، محتاج قوه اسلام بسرعه. معناته ايه الحديد ده يا سنيور؟ يعني هتضحك عليا؟
اشتريت شوية حديد بالالوف دي كلها؟ مش انت بس اللي نضحك عليك، انت والغبي اللي اسمه ستيف، والدليل اهو دي المفروض انها قنبلة، اول ما بتنزع الفتيل كده اهو وترميها. حاسب 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 يا سنيور، هتفرجع فينا وهتموتنا. اهدي 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 اهدي، القنبلة القنبلة في شنك. ما قلت لك حتة حديد خردة في شنك بتطلع دخان وبتنفجرش. اكده اكده يا ستيف، تضحك علي انا؟ يمين بالله ما مهملك غير لما ترجع لي فلوسي، يمين بالله يا ستيف ما مهملك غير لما اقتلك. انا كمان ضحك عليا زيك بالظبط، بس اطمن انا مش هسيبهم. مش هتسيبهم، انا اللي مش هسيبك يا ستيف غير لما اقتلك، لا ترجع لي فلوسي. بس بقى، ولا انت ولا هو هتعرفوا تعملوا حاجه، لانكم اتعاملتوا مع تجار سلاح نصابين. برضك مش هامله، هو اللي خد فلوسي وهو الملزوم يجيبها لي، هو اللي اختارهم. كان ممكن ما تعرفش، انا اللي عرفت المصيبه دي وجيت بسرعه احذرك. وسع. عندك حق، عندك حق يا سنيور، كان ممكن ادخل معركه كيف اللي فاتت ورجالتي يجوا يرموا القنابل ما تفرقعش، واتقتلوا فطيسك ده، اتقتلوا فطيس. عشان كده عايزك تهدى وتطمن ان احنا بنحميك، بس لازم تسمع كلامنا كويس قوي. تاني تاني يا سنيور، عايز نسمع كلامك تاني؟ لا، انت المرة دي اللي هتسمع كلام انا. انا همام البندار يا سنيور، كبير عيلتي. دلوقتي بقى مفيش حاجة اسمها عيلة حسان وعيلة البنداري، النجع كله بقى عيلة واحدة وفيها ملك واحد بس، هو مناع، وانت هتبقى الوزير بتاعه. بقى عيلتك يا مناع. ولا حركة، اوعى تضرب مكانك، اوعى تضرب. ما تضربش، بتبصص على النسوان. انت مش عارف انا مين؟ مين يعني؟ انا المحاسب بتاع المقاول. محاسب؟ اه والله العظيم. الحياة يا بني، انت عبصت علينا. اقفل خشمك منك ليه؟ خلاص، في ايه يا شاهين؟ لقيت واقف بيتجسس علينا من غاية ابوي. الراجل قليل حياة ده كان متداري وسط الدرع يبص علينا. خلاص يا نفيسة روحي، ادخل يا حرمة منك ليه؟ لا ابدا والله يا حق، الموضوع ما فيه ان انا كنت بدور على حاجة كلها، ومش قصدي حتى اسألوا مناع بيه صاحب العزبة، هو وبكري عارفين ان ما باكلش اللحمة الضاني مع العمال. تقوم تقعد مطرحك وتطلب اللي انت عايزه واحنا نجيبه لك، اللي انت عملته ده عيب. وانا اعرف منين بس ان فيه ستات وناس هنا يعني؟ سألت مناع بيه وقال لك انه مقعد عيلته في اخر الارض، تقوم تجرب نواحينا؟ قلت حياة. الجوع الجوع يا ابن عمي، قلت اتسلى وادور في الارض يمكن الاقي بطيخه شويه كنتالوب. خلاص شاهين. ايوه يا ابوي. رجعوا مطرحه ونبه على المجاول بتاعه، اي نفر من الانفار هيجرب نواحينا هنقتله وندفنه في الارض. حاضر يا ابوي. قدامي قدامي، واحمد ربنا انك راجع على رجليك. الغريب اعمى ولو كان بصير، وانا ليا عذري. مالكش عذر تمشي في الغيط من غير ما يكون معك حد من العيله. عندك حق، انا ما هقولكم ما عادتش تتكرر. خلاص الحمد لله ان هي جت على كدك ده. اهدى اهدى، اياك تتكرر منك تاني او من حد غيرك. اوعدكم انها مش هتتكرر، انتوا ناس طيبين وفي حالكم، كل حلمكم ان انتوا تبنوا بيوت تلموكم، وده حقكم، ومن حقكم نخلص لكم البيوت دي بسرعه. تقرير واقف يا حضره الضابط، واضح انك بذلت مجهود كبير. الحقيقه يا فندم انا عاشرتهم وشفت بيوتهم وتاكدت انهم ناس شرفه ومكافحين، ومناع هو املهم في حياه كريمه. انت فحصت اراضيهم كلها؟ واثق انهم ما بيزرعوش اي حاجه مخالفه ولا سبق لهم زراعه اي مخدرات. انا فحصت التربه دي كويس، واضح انها ارض بكر وكلفت مناع كتير لحد ما خلاها تدي محصول كويس. انا شايف اصالات وفواتير للتجار، هم دول اللي اشتروا المحصول؟ وفي عند ستك الكميات والاسعار. اعتقد ان الناس بتشقى عشان تطلع من الارض محصول بالكميه دي، لازم يكونوا ناس كويسين وطيبين. عموما يا حضره الضابط انا كده ارتحت، مع السلامه. تمام يا فندم. واجب اطمن الاستاذ توفيق على جوز بنته. الو، رتبت كل حاجه؟ كله تمام يا سمناع. عايز مني حاجه تاني؟ استنى، عايزك خير يا سمناع. خد يا حصاوي القرشين دول ليك، عايزك تعاود بلدكم، تتجوز وتعمل لك اي مصلحه، انت تعبت معايا كتير. وانا عملت مع حضرتك حاجه وحشه يا سمناع؟
هات بطل رط وخد الفلوس. مادام انت شايف كده شوف وشك بخير يا سي مناع. طب ممكن اطلب لحضرتك طلب اخير؟ قول يا حصاوي. ممكن ابقى اعدي على المزرعه اخد منها خروف ولا خروفين اخش على امي بدل ما اخش بيدي فاضيه؟ ودول هتروح بيهم كيف دول؟ اه ابقى اقطع لهم تذكرتين معايا في القطر. ماشي يا حصاوي. ربنا يخليك لنا يا سي مناع. بتسلم عليا يا ابن الجزمه. سلام يا سعاده الباشا. سلام يا سي مناع. شوفك بخير. ابقى اسال علي. ان شاء الله. السلام عليكم. سلام يا سي مناع. اشوف وشك بخير. اشوف وشك بخير يا سي مناع. اجري اجري على ابوك. بابا بابا خليني معاك يا بابا. الله الله الله. احنا قلنا ايه؟ لازم تقعدوا هنا مع جدكم وجدتكم ومع امكم كمان. ولا ما عايزينيش ارجع على طول؟ عايزين نرجع على طول. مين بيحبني؟ انا. طب يلا اللي بيحبني يديني حضن كبير. وحشوني. ان شاء الله يا اولاد. ربنا يجيبك لي بالسلامه. انت كربانه كده ليه؟ ودي اول مره يسافر يا نور. ده كلها اسبوعين يا حبيبتي ويرجع بالسلامه. مش عارفه زي الاسبوعين دول هيعدوا عليا. دايلي انت بس ان شاء الله ربنا يقصر المسافات وعاود بعد اسبوع. شوف وشكم بخير. الف سلام. الف سلام. محمد رسول الله. كويس اني لقيتك يا ابو النبيل. خير يا باشا؟ ساعات وكيل النيابه عايزك ضروري. طيب انا اروح له دلوقتي على المكتب. لا يا فندم، هوش مكتب، هو بيعاين مكان الجريمه. جريمه ايه وفين دي؟ بشقه الدكتور جمال. الدكتور جمال بتاعنا بتاع مصنع السماد؟ بقي في حياتك يا ابو النبيل، الدكتور جمال لقوه مشنوق بشقته. أولاد الكلب. أنا السبب. أنا السبب. اهدأ من نعبي، أنت مالكش ذنب. ذنب في رقبتي يا باشا. قلت له اشتغل وأنا هحميك منهم. لكن قتلوه. قتلوه الخونة، قتلوه. هما مين؟ تتكلم. كلمة أقول إيه يا باشا أكتر من اللي قلته. قلت لكم دول جايين بالخراب على البلد. قلت مستثمرين. قلت لكم عايزين يذلونا في بلدنا ونمد يدينا ليهم. قلت جايين بالخير والدولارات. اقول ايه تاني يا باشا؟ قلت يمين بالله ما هيجي من وراهم خير ابدا. يمين بالله ما هيجي من وراهم خير ابدا. اهدى منع بيه، احنا مستكتين وهنجيبهم، ومش كل الناس زي بعضها. مفيش عندي كلام اقوله تاني يا باشا. انا قلت لحد ما ريق نشف. لكن يمين بالله ما هفوت طارك يا دكتور جمال ابدا. مساء الخير. مساء الخير. تشرف بحضرتك. محمد اشرف، المخابرات العامه. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا بيك. ايه اللي اقدر اقوم بيه يساعد حضرتك؟ أنا جاي أخد من حضرتك بعض المعلومات اللي أنا محتاجها عن الجاسوس مناح حسان. جاسوس؟
مش ممكن. ازاي لغاية دلوقتي ما وجعش في ايديكم؟ المفروض ان يكون وصل جنا. عايز انتشار على طول الطريق وتفتيش كل الطرق الجانبية. مع السلامة. تمام يا فندم. معقول اللي سمعته ده؟ انا كنت واثق ان ورا مناع ده مصيبة كبيرة، وانت اللي خيبت ظني يا حضرة الضابط. انا؟ ابدا يا فندم. جهز قوة لمهاجمة عيلته والتفتيش عليه. لازم احط احتمال ولا واحد في الالف انه يهرب من الاكمنة. يهرب؟ مش ممكن يا فندم. اللي يقدر يخدعنا السنين دي كلها مش هيقدر يهرب من كمين. مش الطريق. امشي اسحب رخصه. تمشي طوالي يا اسطى، انت غاوي عطله. لبيكي لبيكي همام بين يديكي وقاعد بيفكر فيكي وبقاله ساعتين مستنيكي. ايه رايك في الغلوة الحلوة دي؟ حلوة قوي. بس قولي صح، انت مقدر انا مضحية علشانك قد ايه؟ مقدر مقدر يا حبة عيني، بس لفين الدفتر؟ انا جبته، بس زي ما اتفقنا ما يبيتش عندك اكتر من يوم واحد الا اوله شرط اخر نوري همام. ما تخافيش، انا دلوقتي عرفت انك بتحبيني صح، وانك شرياني، وانا اللي اشتريني ما بيعوش ابدا ابدا. لا تسمع يا همام، اتخوت في عقلك كلي. ما انت عارفه ان انا مخوض بك من زمان. لا اعجل، عايزين ربنا يتمها لنا على خير. اه عندك حق، احسن نقرا الدفتر ما نعرفوش نفهمه. انا كده عملت اللي علي والباقي عليك. انا كل غرضي انك ترفع راسك في النجاح، ما عايزاش حد يقول عنك انك خايب وزي عدمك. ما تخافيش، بس انت بس ادعي لي، ادعي لي انفع. اما نسمه لو نفعت من غير مناع اخوكي، ساعتها ما حدش في البلاد كلها هيقدر يرفض جوازي منك. ليه؟ لانك هتبقي مرات الكبير، والد الكبير، تبقي تجيب لنا كبير صغير بس يكون حلو زيك. يا خواجة طمني، وحياة ابوك. برافو عليك يا جو، هي مش واضحة قوي ولكن تنفع. الحمد لله. يعني ايه خلاص يا خواجة؟ هتوفي بوعدك معايا؟ عايز تبقى الملك يا همام؟ وقبل ما ابقى الملك لازم نتعلمني سر الطبخة. ليه؟ عشان محتاجش لا المناع ولا الغير مناع. وانت فكرك يعني ان مناع هيسيبنا كده بالساهل؟ ده ممكن يهجم علينا هو وعيلته ويقتلنا كلنا، وساعتها ما نلاقيش حد يحمينا منه. يعني ايه تقصديه؟ عايزين نقتل مناع؟ سيب الحكايه دي علينا احنا. لو الحكايه دي حصلت يا خواجه الدنيا هتولع.
ده في حالة ما عائلة مناع تتهمنا احنا بقتله، ولكن لو اتهمت الحكومة احنا مالنا. يا سلام عليك يا خواجة، اما لو حصل الموضوع ده نعيش خدامكم العمر كله. شيك هاندز. شيك هاند يا خواجة، شيك هاند. ستيف تحت امرك يا برو. نفذ، خلينا نخلص بقى. اكدي يا همام، ده آخرة المعروف. خص عليك بس لما أشوفك. ولما تشوفيني هتعملي إيه؟ طب أنا قدامك ها. أنا زمجانة منك. ليه؟ كيف تهملني الوقت ده كله لوحدي؟ ما تقلقيش، كل أهل الناجع مشغولين في الأرض وفي المحصول. اقعدي. طب لفين؟ لفين الهبابة السودة دي؟ أدي الساعة مكانها قبل ما مناع يعاود. مناع؟ مناع خلاص مش هيعاود ناجع من تاني. ليه؟ أخوي جرى له حاجة وليه؟ ما فوش حاجة، بس زي ما تقولك دي يعني ولف على العيشة الطرية، ما بقاش لادد عليه الناجع ولا أهل الناجع، ولا عاد يسأل في أهل الناجع كلهم. عشان كده احنا لازم أنا وانتي نشوف مصيرنا لوحدينا. مالك يا همام؟ عملت لف وتدور علي. أنا فكرت يا نسمة ولقيت إن احنا ما قدمناش غير حل واحد. اللي هي ايه؟ نتجاوزه. كيف؟ انا اقول لك كيف. كيف؟ شوف يا نسمة، انا الليلة دي مش هسيبك غير لما تقولي ما فيش راجل غيرك في النجع يا همام. جرى لك ايه يا همام؟ فيك ايه؟ قول يا نسمة. اقول ايه؟ ما فيش راجل غيرك في النجع يا همام. ما فيش راجل غيرك في النجع يا همام. حمليني ما فيش. اخر مكالمه عملها مناع كانت في المنطقه دي، لكن لما تتبعنا الموبايل بتاعه لقيناه مع سواق عربيه نقل في منطقه تانية خالص. يبقى اكيد رماه بعد ما خلص المكالمه. بس المكان اللي سيادتك اشرت اليه بيقول ان هو في طريقه لعزبته، علشان كده انا بعت قوه تحاصر المنطقه وتقبض على كل عيلته. يبقى لازم نلحقه قبل ما يهربوه عن طريق الصحراء. الو، ايه بتقول؟ ايه البيوت كلها فاضيه والارض ما فيهاش مخلوق؟ امال فين تحرياتك يا حضره الضابط؟ اسمع، خلي القوه كلها تعسكر هناك، وانا هبعت لك امدادات فوريه. عاوز المنطقه بالكامل تتحاصر وتتفتش تفتيش دقيق. ايه الحكايه؟ هي عيلته كلها هربت معاه ولا ايه؟ لو راحوا فين هجيبهم، يعني هجيبهم ليه يا همام؟ عملت فيك ايه؟ عملت لك ايه؟ خلاص يا بت، هتعمل لنا حكاوه؟ اروح لاهلي كيف؟ اقول لهم ايه؟ لا تقولي ولا تعيدي، هتقعدي في بيتنا ولا في بيت الخواجات لغايه ما نشوف صرفه. وعلي يسكتوا؟ كاني معزه وتفشت. وانا اعمل لك ايه يعني؟ انت اللي جتيني برجليكي من ورا اهلك ومن ورا ناسك، ما فيش لوم على راجل. يعني شهامتك ورجلتك معاي؟ طيب طيب يا همام، هنشوف اللوم على مين. انا هقول اني شفت اختك وهي بتسرق الدفتر وجيت وراها لحد هنا، وانت شفتني وتهجمت علي. شوف بقى اللي هيحصل لك انت وعيشك. هتعمل ايه؟ تعالي تعالي يا مخلالة، تعالي هنا. هتفضحيني ولا ايه؟ بعد عني بعد عني، مادام فضحتني يبقى هفضحك. يا ناس اقدمي اقدمي خصمي، مادام هتفضحيني يبقى الخصمي اللي سهلك. تعالي اسكتي، قلت لك اسكتي اسكتي يا مخلالة. وين عم ليه دلوقتي؟ راح ليه؟ راح ليه؟
ريس همام فيه ايه؟ ليدي ليدي نسمة بالتحسان اللي نعمل فيها كتير. بقول لك ايه؟ ولا كأنك شفت حاجة. لو نسألك لطلب كلمة واحدة أنا أقطعهولك، فاهم ولا لا؟ تعال معاي تعال يا بوي يا بوي يا مناع خبرات يا بوي. بت بت يا نسمة بت نسمة نسمة اللي صابك اللي صابك يا بنتي. نسمة مين اللي عمل فيك كده؟ يا ولد الكلام نسمة فوق وكلميني. نسمة نسمة رد علي يا بنتي، رد علي يا بنتي. بنتي ماتت يا مناع، بنتي ماتت يا مناع. خلاص يا امه يا مار امر الله نفس معلش اسمع وانا صوت. رد علي يا نسمة عمي، رد علي يا بنتي. اجمع الرجال والسلاح وامن الحريم والعيال في البيوت. يمين بالله لا انت فين قبله خلصت. التهور بتاعك ده هو اللي حطينا في الموقف اللي احنا فيه. لو كنا لمينا منهم السلاح ما كناش بقينا كده. لقيتني بسكاتك يا خواجه، انا مش ناقصك، كفايه هم اللي انا فيه. وبعدين ايش دراك مين اللي هيكسب في المعركه؟ مش يمكن انا ورايا عيله تاكل اللحمه نايا يا خواجه، واقل نفر فيهم اقل نفر يفديني بروحه، فاهم ولا لا؟ اضربوا خليهم يدربوا واحنا ننتفهم بالقنابل. اديني قنبله يمكن يخافوا ويعودوا بيوتهم. خذ الكوبي المهندس الدار اول. دول بيرموا قنابل يا عم ناتو، بيرموا قنابل. اداروا رجاله ارجع ورا اول، ارجع ورا. قتلنا فرود خذوا اضربوا الكوبي. قنابل طلعت في شيء، اهجموا رجاله. قنابل زي عدمها شوفي. اضربوا الرجاله قبل ما يهجموا علينا. يا صوتي يا صوتي يا صوتي انت يا بتنزع يا حوت. خد القنابل دي من بتوع زمان. اضرب يا رجاله، اضرب شوفي، اضرب خذوا. وقعوا زي الفروت، قتلناهم كلهم. فينك يا همام؟ تشوف عملنا فيهم ايه؟ ايه ده؟ ارمي سلاحك جاد، ارمي سلاحك جاد الكل. على ماي على ماي اقبل دري يا كلام يا اولاد الكلام. قدامي هاد فين همام يا ولد الكل؟ فين همام؟ انطق ارقد يا عاد ارقد. فين همام؟ تكلم. همام في بيت الخواجات والبيت محمي ومحصن، لا مش هتقدر توصلوا له. خلاص يا ولد الكلب، مناع ورجالته زمان وصل لهم بالوقت وهيقتلهم كلهم. لا يا ناجي، عنموت كلنا. القنابل يا فراد جهيل، خذ لك ساتر يا ولد، هنموت كلنا مع بعض. عايزين انت التاني؟ يا همام يضحك يا سي همام. عايز ايه؟ بيتكم يا سي همام يتطبق على امك. ايه؟ النار مشعلة فيها. امي المندرية كلها مولعة. امي ايوه. تعالوا ورايا، تعالوا ورايا كلكم. راح فين يا مجنون؟ خد الرجالة تيجي معاي وهم المخلوبة دي. بيت ابوي مولع، بيت ابوي مولع، بيت ابوي مولع. مناع مناع الحاجة مناع، همام بيهرب. ما تخافش،
ما يقدرش ينفذ من يدي. الرجال يطلعوا مكان الحراسه عندهم، الخواجات ما يقدرش يفرقوا بين رجالتنا وبين رجالة البندريه. قصدك ايه؟ عاوزهم يحرسوك؟ عايزهم يأمنوا ظهر لحد ما خلص على الخواجات. امسك ده اسرارك. على هوت قصدك هنقعد ازاي من غير حراسه؟ لازم نهرب. نهرب نروح فين؟ دلوقتي ما قدامناش غير ان احنا نحمي نفسنا بنفسنا. هي كده، انا هطلع فوق السطح احميكم وهرشهم كلهم من فوق. سيب. يلا تعالى معايا. انت قدام الباب من هنا، وجو من الباب اللي وراني. يلا وانا وانت نقعد نصلي ربنا انه ياخد اجل مناع. يلا. انتوا ما رحتوش مع حمام ليه؟ سي حمام قالنا نقعد نحرسكم. فيكم الخير، لو حد قرب اضربوا نار على طول. ما تعلوش هم، هنقوم بالواجب. الهم ده مش هيزول غير لما ضرب النار ده يبطل. انت يا حرس، ايه صوت ضرب النار ده؟ سمعت حاجه غريبه؟ في خطر علينا؟ ايه وانا خطر عليك وعلى خلفوه؟ طوق الضرب فيهم. خدك ساتر ونادي الولاد. محدش هيسمعك يا خواجه، الميتين ما بيسمعوش حد. مناع صديقي كفاك يا لعيب يا نبط شطاني، احنا خلاص وصلنا للنهايه. مناع انا بستسلم. مناع مناع ما تنساش انا كسبتك فلوس كتير. اخلص الكلام يا خواجه، مات زي الامان اللي موتوه، رميته تحت رجلينا الفلوس، تمن الأرض اللي بوظتوها والخراب والدمار اللي زرعتوه. معيش أسمعك تاني وانت بتتوسل زي الكلب وتطلب الرحمة، ما تستاهلهاش. اللي زيك ما يستاهلش يعيش. حسنا دي عشان الدكتور جمال، ودي عشان ابوي، ودي عشان ما تعودش للدنيا تاني. يلا مناع، يلا عشان نلحق همام. يلا بينا. يلا وديني لحرق قلبك على أهلك وناسك، وديني لولع فيهم كلهم. يلا رجالة، يلا رجالة. شيل سلاحك وين الله؟ أبوك.
منا. انت راجل والله مرة! شيل سلاحك وانصني! كيف ما طربت بيت ابوي؟ لازم اطربك بيت ابوه. مغاوري واقف يحرس هناك. انا معاي قنابل شديده، لو رميتهم على البيت هيجيبوا عليه وطيه. قبل ما تقرب هيكون مغاوري مغربلك. احمي ظهري انت ورجاله، ما تخافش، انا عامل حسابي. هلف من ورا البيت واول ما تلاقيني قربت اضرب نار على مغاوري، حاول تشغله، وبعديها هتلاقي البيت ده كوم تراب. اضرب يا رجاله. اللي مات وما ارحمك مناع. ايه عايز تقتلني يا صاحبي؟ مش هتلحق يا مناع، مش هتلحق يا صاحبي، لان اللي هقتلك اقتلني. اقتلني يا مناع، انت معاك سلاح انا ما معيش. مين قال لك ان هقتلك بالسلاح يا خسيس؟ تقدر تغلبني المرة دي يا مناع، عارف ليه؟ لأنك لو قتلتني هبقى برضه أنا اللي غالبك يا مناع، هبقى برضه أنا اللي غالبك، عشان قتلي مش هيرد لك شرف أختك يا مناع. شرف أختي دمها غسل عارها، لكن دمك أنت الزفر، هنجس بالأرض اللي خربتها. مناع عارف الخنجر ده؟ الخنجر ده مناع انت فاكره زين؟ خنجر المسموم، المسموم يا مناع. كيف ما قتلت عمي بيه انا هقتلك. يكفاك ان انا معرفش ان انت قتلت عمي. ها هقتلك يا مناع، هقطع بيه. أكلك يا مناع! مناع مناع! مناع انت اتصبت يا مناع، ده الخنجر مسموم. ما عادتش تفرق يا لافي. مناع مناع، الحكومه ناسها في الجبل، نضرب عليها النار ولا ايه؟ خلاص يا زوزور،
ما عادش لي حاجة عايش عشانها، ولا حي يعمل ما بداله. حوط فيك ولا ايه مالك؟ بجري كنت غريب وطلع على سوهاج على طول قبل الحكومة ما تدخل، وديها في العلوان دي وهم لك كيف يا مناع؟ ده انت بتموت
ملك الصالح روح يلا تغريب. روح يا بكري خليني اشارك. روح بسم الله. يلا بينا جرحك مش سهل. يلا بينا راجع الجراح. تمام يا فندم، الدمار شامل وبيوت كتير طالع منها دخان وجثث القتلى في كل مكان. والدعم الجوي لسه مطلوب؟ لا يا فندم، ما اعتقدش اننا محتاجين دعم جوي دلوقتي، الحكاية خلصت خلاص. طيب احنا راجعين للقاعدة. تمام كله تمام يا فندم، مع السلامة. بعد عمل التحريات اللازمة قامت قوات الأمن بالتعاون مع سلاح الجو في حرس الحدود بتمشيط المنطقة بالكامل ومحاصرة المجرمين والتعامل معهم والقضاء عليهم دون تعريض حياة جندي واحد للخطر. وقد تم اقتحام مملكة الجبل والسيطرة عليهم بالكامل وضبط كمية كبيرة من أطنان الحشيش والأسلحة. تعال راجل، انت تعرف جثة مين دي؟ ايوه ده من نعلي حويطي، شفت امبارح في العركب اللبسه ده. مين اللي قطع راسه؟ جات على ده، ما كل الرجاله راحت عليه. العوض منك العوض يا رب. بس احنا يا فندم لازم ناخد البصمات ونعمل تحليل الدي ان ايه. بلا بصمات وبلا دي ان ايه، هو ده مناع الحويطي. خلصنا. قد تم القضاء نهائيا على بؤر الفساد وقتل افراد العصابات وزعيمهم مناع حسان وجاري التخطيط مع من تم القبض عليهم احياء. نورهان مرتي وحبيبتي وضي أيامي، لما يوصلك الجواب دي مش عارف أكون فين، حياتي أو موتي بيد علام الغيوب. الصبر بنتي بعتلك آخر وصية. أيوة بنتي يا نورهان، آخر ما خبيت عنك من أسرار نظرة واحدة في عين البت تعرفي كل اللي قاسته المسكينة وأمها الطيبة بسبب السكة اللي مشتني فيها الظروف، واللي عشت عمري كله بحاول أجعلها سكة خير لكل اللي حواليا. لكن الماضي والناس والأيام وقفوا في سكتي زي غلام سدت الطريق وحرمتني من مجرد الحلم الدنيا الجديدة. وسط بشر أحبهم ويحبوني،
وانت يا مرهان الحلم اللي كنت كل يوم اسأل ربنا ما يصحنيش منه عشان احتمي تحت جناحك الحنين من برد الليالي وقسوة الايام. خلي بالك من تغريد يا نرهان، تغريد البريئة الطاهرة مش لازم تتحرم من ابسط حقوقها. الحياة في النور، خليها تعيش مع اخواتها جوا قلبك اللي يساع الكون كله. اغفري لي يا نور، افتكروني كلكم بالخير رغم كل أخطائي وذنوبي وكل الألم اللي سببته ليكم كلكم. ما كانش قصدي، صدقيني ما كانش قصدي غير الخير. وصيلي العيال، مع السلامة. مع السلامة يا أعز الناس. كيف جرحك يا ريس؟ أنا بخير يا صرصور. إيه الحاجات اللي أنا حصلتها من البيت؟ قدرتش أهرب منها، كأنها قدري. كله ورايا، يلا يا رجالة. مش حظ ولا بخت، خلي بالكم بالراحة. وهم ومهالك عمري مشوار صعيب مهلوك على هالي. مش حظ ولا بخت، دم وهم ومهالك عمري مشوار صعيب مهلوك على هالي. اخدت اهلك في حضنك طبعا.